عاد اليوم 147 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في 220 مدارس حكومية للانتظام بالفصل الدراسي الثاني كما انتظم نحو 14 ألف معلم ومعلمة من منتسبي الهيئة التعليمية استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني وكانت وزارة التربية والتعليم قد هيأت منشآتها التعليمية وفق الألية المعمول بها في الفصل الدراسي الأول ومن المقرر أن يتسلم الطلبة والطالبات ما يقرب من مليون ومائة ألف نسخة من الكتب الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني وذلك في جميع المراحل الدراسية خلال الأسبوع الجاري بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية وذلك ضمن خطة التوزيع المعتمدة في المدارس